وين أفضل مكان نحط نوع من الزيوت بالبيت عنا؟ نحن دايماً بركي منفكر بالأنان الشفافة الحلوة، ولكن هيدول لازم ننسيهم، لأنه الزيت لازم يكون بعيد عن النور، بعيد عن الهواء، وبعيد عن الحرارة العالية. فأفضل مكان هو فينا نحطه بالخزانة، بس مش حد براد أو مايكروويف، ولكن أفضل شيء هو ينحط بالبراد تنكون عم نحافظ ونحمي الزيت لأكثر وقت ممكن.